سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من تلفزيون جمهورية جيبوتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. في هذه النشرة، الفنانون الجيبوتيون يقيمون حفل شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية. ودوليا، سيريل رامافوزا رئيسا جديدا لجنوب إفريقيا. أهلا بكم. بعث فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي اليوم الخميس برقية تعزية ومواساة إلى ملكة مملكة الدنمارك، وذلك عقب وفاة زوجها الأمير يوم الثلاثاء الماضي. هذا وأعرب فخامته عن خالص تعازيه ومواساته للأسرة الملكية في الدنمارك وللشعب الدنماركي الصديق، مشددا على تعازيه الحزينة لجلالة مارغريت الثاني. وكان الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك مارغريت الثانية قد توفي أمس في عمر يناهز 83 عاما. برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف سيد مؤمن حسن بري، عقد الفنانون الجيبوتيون يوم أمس الأربعاء حفل شكر وعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي، وذلك في أورقة قصر الشعب. وتهدف هذه المناسبة إلى الاعتراف بالجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية لازدياد الفنانين الجيبوتيين، سواء المغنيون والمؤلفون والرسامون وفنانو المسرح. هذا وقد أنشئت معطيات بغيت إحصاء الفنانون لمنح بطاقات مهنية وبطاقات التأمين الصحي الشامل لهم، إضافة لإنشاء معهد تأهيلي في مجال الفنانين أمثل المعهد الجيبوتي للفنون والمكتبة الوطنية. وجرت هذه المناسبة بحضور إلى جانب وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن مري، وزير الإعلام الأسبق السيد علي عبدي فرح، والمستشار الفني لوزير الإعلام السيدة عائشة محمد روبلي، إضافة إلى مجمل مساعدي وكوادر من دائرة الوزارية. وتأتي هذه المناسبة تتويجا لسياسة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تطوير الفن الجيبوتي وترقية الفنانين الجيبوتيين منذ تولى سدة الحكم في البلاد عام 99. في مداخلة له بهذه المناسبة، قدم نائب رئيس الفنانين الجيبوتيين شكرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية ووزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف على دعمهم اللامحدود من قبل الفنانين للفنانين الجيبوتيين من أجل ترقية وتطوير الفن الجيبوتي. من جانبه، أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري عن شكري وامتناني لفخامة رئيس الجمهورية لوقوفي بجانب الفنانين الجيبوتيين لدعمهم وتشجيعهم في مجمل أعمالهم الفنية. كما أشاد بدور الوزير الإعلام الأسبق السيد علي عبدي فرح في ترقية الفنانين الجيبوتيين في مختلف أشكاله. وأشار الوزير مؤمن إلى أن فخامة رئيس الجمهورية كلف بوضع دراسة شاملة حول الوضع الفني والفن في بلادنا بغية إنشاء معهد للفنانين الجيبوتيين ومنحهم بطاقات مهنية وبطاقة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى إنشاء متحف وطني للحفاظ على المنتجات الحرفية والفنية وغيرها. احتضنت صالة المؤتمرات في فندق كامبيسكي بالاس صباح اليوم اجتماعا فنيا لمنح تأشيرات إلكترونية للأجانب. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستديو الزميلة حواء محمد. أهلا بك حواء، هل لديك المزيد حول هذا الموضوع؟
شكرا مجدي. نعم، كما أشرت في بداية هذا الموضوع، احتضنت صالات المؤتمرات في فندق كامبسكي بلازا اليوم اجتماعا لعمل تأشيرات إلكترونية للأجانب أو للسياح الذين يأتون إلى بلادنا. وترأس هذا الاجتماع المدير العام للشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد فرح، وبحضور ممثلة المنظمة الدولية للهجرة السيدة لالينا فريز، ومدير المكتب الوطني للسياحة والوكالات السفر والسياحة، وأيضا مدراء الفنادق، إضافة إلى مدير مصلحة الهجرة في هذا الاجتماع. وكان أهم ما نوقش في هذا الاجتماع هو مختلف المشاكل والتحديات التي ستواجه هذه التأشيرة الإلكترونية، وكيف تمنح ستطبق لهم نعم يعني. صحيح. الجديدة التي ستمنح لجميع الأجانب الذين يأتون إلى بلادنا، باستثناء هذه التأشيرة للزيارات الودية والتأشيرات الدبلوماسية. وسيتم أيضا تخفيض تكلفة التأشيرة من $90 إلى $60 حسب ما أفاد به المدير العام للشرطة الوطنية. شكرا جزيلا للزميلة حواء محمد على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. عفوا. هذا وأكد المدير العام للشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد الفرح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن على مستوى حركة المرور، وإن المسؤولين في مصلحة الهجرة سيقومون بمنح هذه التأشيرة الجديدة تلبية لجميع المتطلبات والخدمات لمجمل الزوار الأجانب. نظمت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للمثقفين الجيبوتيين مساء أمس اجتماع توعوي موجه إلى كافة المواطنين ضرورة استخراج بطاقات الاقتراع قبل انتهاء الموعد المحدد، وذلك في مقر المعهد الأمريكي. وترأس هذا الاجتماع رئيس الاتحاد المثقفين الجيبوتيين السيد أحمد محمد إبراهيم، وبحضور مجمل أعضاء الاتحاد. هذا ووجه الاتحاد العام للمثقفين الجيبوتيين نداء وطنيا يعني إلى كافة شرائح المجتمع المدني بضرورة سحب بطاقات الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية والتي ستجرى في 23 من شهر فبراير الجاري، وذلك للقيام بواجبهم الوطني من خلال التصويت الذي سيساهم في بناء مستقبل بلدهم. من أجل توعية المجتمع بأهمية الانتخابات والمشاركة وإدلاء الأصوات في هذه الانتخابات التشريعية التي ستجري في بلادنا بتاريخ 23 من هذا الشهر فبراير 2018. بالتالي أنا أشيد بإخواني وزملائي وبكل كافة أعضاء المجتمع بأن يبادروا وبأسرع وقت بأخذ بطاقات الانتخابية، وعلما أن المشاركة بالانتخابات والإدلاء بالأصوات لا تقل أهمية عن بقية القيم الوطنية كالمساواة والوحدة والسلام والجمهورية والدولة، كل هذه رموز وقيم وطنية. وحتى الاتحاد العام للمثقفين الوطنيين ضرورة الإسراع باستخراج بطاقات الاقتراع من الدوائر المخصصة بها. وفي مداخلة له ناشد رئيس الاتحاد السيد أحمد محمد إبراهيم كافة الاتحادات والجمعيات المدنية بأداء مسؤولياتهم المنوطة بهم تجاه المجتمع، وذلك من خلال حث المواطنين على سرعة سحب بطاقات الاقتراع قبل انتهاء الموعد المحدد، وذلك للقيام بواجبهم الوطني تجاه البلاد. والآن سيداتي وسادتي ننتقل إلى الساحة الدولية، حيث ينضم إلينا في الاستديو الزميل إدريس عمر. أهلا بك إدريس. أهلا بك زميلي المجد. انتخب برلمان جنوب افريقيا اليوم سيريل رامافوزا في منصب رئيس الجمهورية في جنوب افريقيا، هل لديك المزيد من التفاصيل حول هذه
انتخابات. نعم، كما أشرت، انتخب برلمان جنوب إفريقيا اليوم سيريل راموفوزا في منصب رئيس الجمهورية، وذلك إثر استقالة جاكوب سوما المثيرة للجدل الأربعاء تحت ضغط حزبه. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية وصد تصفيق النواب الذين عقدوا جلسة استثنائية للبرلمان أن سيريل راموفوزا أصبح رئيس حزب المؤتمر الإفريقي الوطني الإفريقي الحاكم، انتخب بحسب الوصول رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا. وفي غياب منافسين أعلن رئيس المحكمة سيريل راموفوزا رئيسا للجمهورية دون إجراء تصويت. وأما الرئيس الجديد الجالس في الصفوف الأولى في القاعة برأسه محيا يعني يحيي الجماهير والحضور، ومنذ توليه رئاسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في ديسمبر 2017 سعى السيد راموفوزا البالغ 65 عاما عفوا للتخلص بأسرع ما يمكن من جاكوب زوما المرتبط اسمه بعد عدة فضائح أو فضائح الفساد. لننتقل إلى موضوع آخر إدريس، حيث أعلنت السلطات المحلية بمقاطعة برادواي في ولاية فلوريدا عن سقوط 17 قتيلا في عملية إطلاق نار. نعم، وارتفع عدد القتلى إلى 17 إضافة أو شخصا إضافة إلى سقوط جرحى جراء إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا بحسب مصدر أمني في الولاية. ووقعت الحادثة في مدرسة ماغوري سومان الثانوي في مدينة فلوريدا التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية، وقد تم اعتقال الرجل الذي فتح النار داخل المدرسة بحسب مكتب الشريف مقاطعة برادروت. ووجه مكتب الشريف مقاطعة نداء عبر تويتر دعا فيه المواطنين إلى تجنب المنطقة، فيما نصحت شرطة الأساتذة والطلاب في المبنى بالبقاء محتمين في الداخل حتى تصل لهم الشرطة. وأظهرت لقطات جوية نقلتها قناة تابعة لCNN عددا من الأشخاص على الأرض بجانب من المدرسة يتم نقلهم إلى سيارات إسعاف. شكرا جزيلا للزميل إدريس عمر على هذه التفاصيل حول الأخبار الدولية، شكرا لك. ولا سيدتي وسادتي، حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة جيبوتي وضواحيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أهلا بكم من جديد، والآن سيدتي وسادتي حان موعد الأخبار الخاصة بالانتخابات التشريعية، ولكن بعد هذا الفاصل. لا. في إطار الحملات الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، عقد حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP لقاء جماهيريا مع أنصار ومؤيدي الحزب في إقليم عرتا، وذلك لكسب الثقة في هذه الانتخابات. لنتابع سويا. هذا قصه قاعده وعاصمات هي النجد هي قلب مده، وحن قاعده قبل كعرته من نمو من نمو ده، وحن قاعده ماتا فوتي ديمير ترايسكي سيدا قبل كعرته وفوتيان مركي العركة اللي لغي يابي وحاد دعدي ما دام وليب اللونة كاسي واجيها لونة أدك أدك يانك الله هيد لونة كينا وكو كولي سنة ماتا وحا كلو جرا ورشد عانا وحا قلت الله ودودا وقبل كعرته شركتها كلوك يقاقب كسمي ما دام أنا دبده بدده وحوله ما دحوله أكيف يستان تذكر السيد سانجدا يكلوك يقاقب كوسكرا شركتي جدا نور نوسو تجي حوله أنا ضد حوله نقطان هنا وحنا نوسو مجي ماشي حوله نوسو تجينا جي إما كان وحلا بلابة يا باركي حوله وكده فين وح كلو جرا لبض بار أو كي جاسك يا كي جاسوال كلو سفينة يا جرا قبل كينا وح جرا كلو جرا كيو كبت يا لك عسل بجرا وينكم وح ولا يعني نقد دونينا أو نقد عصينا ست سنة وح هرم اللي جالس يا قبل كعبتا وح الله صوك هو بكرا يما وإنا رضت كشجنا وإنا إلى هنا ما هنغنا بقول كيف بقول الله وح نقدر منا إنا نور فوتيسين سدح يا لبعت كيجا ورقد أكثر كأي دوجة إيه دو كل شيء يا برواقة برواقة عن كل جرنا برواقة لنا إلى ما نصب بلادنا هي هي قبل كعرتبة وحي مشروع لقى سوق قبل شنتي صورة شنتي سنة ده ظهورة وهذا ركتين هدان تيوتن بس سوق أتوا تيوتن بس يا أو سنتر تستيباش كا ما أنت حق السعودة سيد الله فري ودكتين وحي عمل يا شقاك صباحيا وحي هو مركز صباحيا إني قال له دقمت عرتب عليه هرم مركز توريس بقى إيوه هرم مركز كله للسعودة ودمبا سو دقمت عرتب ماله خيرات أو قبل كسته أولي هاي خيرات بده هالنقطه خيرات كنا دورك هالنقطه خيرات كبده دي وح كستان قبلني إلى أقوي قدلك أرسمه أي قاني حقي بند مجرو وحان نقولك اللي فتي إنان شركة شيشيا عن كأنه أو فرسمه ده بده وحصو صارك
إن رير جيبوتي لبرو طلباتنا وحندونية حقي خيرات فدولكا بيه لقاك إثيوبيا إلى جيبوتي وحي ورابين دون تهورتا قبل كي عرتا ما أنتنا عرتا وحكا عبتا عيلال دي عيش محاي نخون دونا نقولك بيه نيت ما دو إن عرتا ما لحير دونا مايا وحلو دينيا بيرالي عداد شقادة تغنين وحي أدوبة هانتين قبل كعرتا واتكسور سارت كارتين بيرها خيرات كدولك وحا كجرا وجو ترمي وحكا وحكا جو ترمي كانوا كوران كان لقسمية وحكا سار لقسمية عرتنا والاد هانت عيلال عرتا والاد هاي عيلال جو ترمي إيه إم بي وعقد حزب السدوي لقاء انتخابيا وذلك في علي صبيحة. انا عدت كنا نقول في السن حزب السدوي على بترسن احنا هيدا تعمل في نقص الدوايا تزبد لك انه انت دون في دوحة قبلنا ان شاء الله دولة هيرا. السلام عليكم ورحمة الله. دلودنا واحد لين نايك هارف كي نص أو نص ذكي كارك فرع دقيم ذكاك بدلاجة لبقى له إن بدنا بيجودكم مكان هارف ترى هنا إن يروي يعني طب ما هيك فوتين دونا هلا سويتي الحلمات قصة على حافظ الزيتية الصور دي كان يفوت كان ما تناوح على فرد يوادت كي ذكي يوي يعني وولا راي وهو يوي كي سنصدر المركزي كمطر نصدر هذا الكلام يمسك الرنيه نكستبع ورطا بوتي سكا جرنيا كارتي كستبع مش وطاوكري سكا جرنيا دوركا يردين هذا الكا يبو وحي كمكان يوحي تبانايا يجعل نصب بندونا سيدنا نقولنا انا قدر سنطلع برنامج كيكا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. أنا مرة أهون قصوى بحي قرب جولي وحالينا جيش أفضل صدح اللي باتكي وأني قرب جولي وحط خلال ما أقدر أحوه هون مطانا خلال ما أقدر أحوه ليسي العام مدارد ليسي العام أغلين سكون العام خلاص كغلان همتين هذا هو حنا قوي شكرا دي إيبا إفاطو يا نغاية أنا قوم أعطو حالينا صدح اللي باتكي وأني قرب جولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشقق بيالدت شقق كل هذه القرية وقبيالد أنا أمير مولي ما هي إنه وحنا وجه عن عرق يا جسوع إنه ما هي إنه دباسة يا دي تاي كامل له ما هي إنه وحنا لا إنه هاي سد دي هن ولاته هن ولات 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 هن ول
وما زلنا في الحملة الانتخابية لاستحقاقات التشريعية. أقام حزب الأردي أمسية انتخابية في ناحية أردو بإقليم تجرة. كما عقد حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة UDG-PDD لقاء انتخابي في الحي السابع في بلدية بلعوس. أيوم أختنا مركلت سدوني متليلا أطحنا أموجلا أيوم هذا شريط ماذا شريط أيوم هذا شريط أيوم هذا شريط ماذا شريط أيوم هذا شريط
waxaan maanta garab joognaa oon garab soconnaa ilaahay Ismaaciil Geedi Xareed oon anigu iyo xisbiga kale ee BDD uu hoggaaminayo Maxamed Daawuud waa lamaanaheegii iidoshi iyo xisbigaayi way istaageersan yihiin aniguna waan taageersanahay haddaan ahay intisaar min foodkii ayaanti dhaweyda kominaalka ilaa saaca maanta iyo saan dambaba waan taageersanaha leeyah waxaad igu ogaatiin iidoshi waa xisbi jira waa xisbi soo jiray jira jirina doona haddu waa laydhaa waxa weeyaan reer Kartaseed waxaan leeyah iyo reer Jabuutiba waxaan leeyah aldookha alcaras ninna dookhiisa looma diido sala democracy waxaan leenahay iidoshi ha badiso warqada cadi ha badiso hadalkaygu ma dhammaan maytinkuna ma dhammaan reer Kartaseed waxaan leeyahay nuusoomi iidoshi baan nahay waana joognaa dookhayga maanta gabadh baan raaciyey ilaaya raaciyey iidoshi baana raaciyey horta anagu waxaan dhalinyarti reer Kartaseed jeendi Kartaseed magacu waan ku hadlayaa anigu weliyanba kaartayga waxaan taageersanayn weliyana taageeri jirnay iyo inbi ma raacsanayn laakiin maanta mowqifkayga waan ka bedelnay iidoshi BDD labada xisbi ay isbaahaysaday ay isku biiray ayaan maanta raacsanahay maad garan kaartaygaya anagu xundhur baanahay weliyanba waan shaqaynay iminkana ilaahay inaan la shaqayna ayaan diyaar u nahay levantura inaan siino waraaqadeeda diyaar baan nahay reer Kartaseed oon jeenka oo dhan asociation baan nahay waan ku raacsanahay dhalinyarta ku jirta xisbiga iidoshi BDD ayni soo xushay war dhalinyar aqoonyahan wax garada aftahana fahmaya wadankooga jecel dadkooga u shaqeeyaan habeen dhar ayna ka siixan ayna ka maqnaan horumarka wadanka ka socda inaan ka qayb galno oo xisbiga UDG BDD ay wax ka dhiibtaan fikradahooga raggu saddex buu qaybsamaa waxa weeyaan iidha iga dhow iidhiib iyo iidha ka ugu dambeeya qofka ku qaban waayo waxa la wuxuu ka degay inay ma jirto maanta anagu waxaan leenahay waa bulcodkiinii iyaan sare u qaadanay magiciinaan ku hadlaynaa magiciinaan wax ku matalaynaa inigaynii matalaynaa inigaa niga mid nahay waxaan leenahay gabadha maanta inii socotana reebar cajibirow gacmaha ka laabanina deenni seexdayna tala maaha oo fikrad maaha waan seexanayaa waa inaadna kala dhowdiin oo tilaadiin xisbiga waxaan doonaynaa maanta isbeddel DG BDD reebar cajibir iyagoo gacmaha seesta inay boqolkiiba boqol ay u booteeyaan hadduu ilaahayna gaadhsiiyo noolahay hadal badan waan soo hadalnay waxa weeyaan murtida qaata wixii niidana waad wada garanaysiin dhibaato wixiina hayo waad ogtihiin waxaan anagu ni qaban karin waan qabanaynaa wixii laga tegayna waan buuxinaynaa waan qabanaynaa waan sheegaynaa wixii naga weynaada maanta waxa weeyaan waa nasiibkiin inaannu hor imina anagoo dhalnina oo waxni weydiisanayna noo footeeyaan ileenahay kaar footaagii walaalahay uu nileehay doonta kaar footaaga shicib baan nahay anagu shicibnimaan wax nagu weydiisanaynaa shicib baan lahay noo footeeya dadkiinii baan nahay walaalayaal walaalahaygiiyow waraaqada cad noogu rida هكذا سيدتي وسادتي قدمنا لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء